أن أعتزل في النادي الأهلي ولكن إيه أقول إيه؟ أنت اتنقلت النادي الاتحاد. طيب كان نفسك تبطل في النادي الأهلي صح، ولكن إيه اللي حصل؟ إيه اللي ما خلاكش تعتزل في النادي الأهلي؟ إيه اللي ما خلاكش تكمل مشوار في الكورة في النهاية حتى النادي الأهلي؟ ما حسيتش بتقدير من النادي الأهلي، ما حسيتش بتقدير يتوازى مع حجم المجهود والعطاء اللي أنا اديته للنادي الأهلي. حضرتك عارف كويس جدا إن كان بيجي في أوقات عربية مرسيدس تستناك وانت بتمتحن وتطلع من الامتحان على العربية المرسيدس تنام ورا وتسافر تروح مثلا اسماعيلية وتنزل قبل المباراة بربع ساعة ضارب كل القواعد عرض الحائط، ولا انت في المعسكر ولا بايت ولا اي حاجة. وساعات كانت العربية تستنى الطيارة لما تنزل عشان تلحق مباراة في الفريق الكبير. فيعني انا بحس ودي غلطة في النادي ده. انا اتمنى يا رب ان شاء الله لو انا موجود في مجلس الاداره هركز فيها قوي حاجه اسمها، ودي غلطه في مصر كلها بس يعني خلينا نطبق على النادي الاهلي، حاجه اسمها رد الجميل. لازم يبقى عندنا حاجه اسمها رد الجميل. رد الجميل ان انا طالما واحد مواقفه واضحه وثابته وحبه وانتمائه واجتهاده لازم انا اكون شايل له الجميل ده. لازم اشيل النادي الاهلي. ما عندوش قلب شويه؟ عنده حته حجر في الحاجات دي؟ يعني شفناها مع ربيع ياسين وطاهر ابو زيد وعلاء ميهوب ومحمود صالح ومع حضرتك ومع غيركم من الاسماء. شايف انه في الحاجات دي بيبقوا متحجرين شويه عكس نادي الزمالك بيبقوا حنينين شويه؟ كابتن محدش بيطلب انه يلعب والنادي مش عايزه يلعب، محدش بيطلب كده ابدا خالص. ده بالعكس، يعني النهارده ده الكلام ده لو انا بقول لحضرتك انا كنت عايز من النادي الاهلي ان هو يجدد لي، مش عايز يجدد لي خلاص. النادي اللي شايف ان وليد ستوب عامل لي بقى معامله يعني معامله معتمده على تاريخ طويل 25 سنه بيحصلش. وكابتن النادي الاهلي من 40 ولا حاجه و40 كابتن في تاريخ النادي الاهلي كله. ما تجيش تقول لي مثلا والله اصل احنا لغينا ماتشات الاعتزال، والله اصل احنا ما ينفعش نعمل ماتش اعتزال. يا عم عشان طب ايه انا في الطل دلوقتي، طب عايز ايه اعمل ايه؟ والله يعني احنا ممكن نساعدك بس تعمل ماتش اعتزال يبقى بره القاهره علشان احنا نحاول نساعد. لا ده مش كلام، ده مش ده كلام ما يتقالش لكابتن النادي الاهلي. كابتن النادي الاهلي تجيبه كده تقول له انت كابتن النادي الاهلي هنعمل لك ماتش اعتزال هتمسك كذا، تبقى انت عارف دلوقتي وانت بتبطل انت رايح على بوزيشن ايه، انت عايز تدرب ولا عايز اداره ولا عايز اعلام ولا عايز ايه؟ عايز ادرب. يبقى انت هتخلص انت بكره في قطاع الناشئين، او انت بكره في الحته الفلانيه، او انت بكره ماسك في الحته الفلانيه. يبقى انت عارف كواحد ما ينفعش اساوي ما بين واحد قعد مثلا ربع ساعه في النادي الاهلي وواحد قعد 20 سنه. ما ينفعش ما تمشيش. كنت اتمنى